الأخبار من قناة حلب اليوم. وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كولوبيا يقول لحلف الناتو: تصرفوا الآن ولا تدعوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحول أوكرانيا إلى سوريا. السفارة الأمريكية في دمشق تعلن أن القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية يائيل لابريت والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون ناقشا سبل المضي قدما لإيجاد حل سياسي في سوريا. الجيش الأردني يعلن مقتل مهرب خلال إحباط عملية تسلل لآليات قادمة من سوريا بعد تطبيق قواعد الاشتباك. إغلاق مشفى العز الصحي في مدينة كفر تخارين بريف إدلب الغربي بسبب انقطاع الدعم عنه وفق مراسل قناة حلب اليوم. وقوات سوريا الديمقراطية تعتقل عددا من الشبان لسوقهم إلى التجنيد الإجباري على حواجزها العسكرية شمالي الرقة وفق شبكة الخابور المحلية.